اسماء واحمد ومحمود ابناء الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكنا لسه بنتكلم من شويه وبقول له انت عصبي ولا لا كأب يعني، فهو قال ان هو مش عصبي. فانا قلت له بقى الشباب هيشرفوا دلوقتي وهم هيقولوا اذا كنت عصبي ولا لا. يا اهلا بيكم منورنا. اهلا بحضرتك. يعني عصبي؟ لا 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 مش عصبي خالص. اكيد لا طبعا. اكيد لا. انت حافظ الاجابه دي محفوظه يا مولانا. قولوا اللي انتوا شايفينه صح. متى يكون الاب عصبي ومتى يكون حنين وراضي كل الرضا؟ انا بابا في الطبع مش عصبي، بس بيتعصب في حفظنا للقران. يعني انا افتكر مشروعة يعني عصبيه مشروعه. يعني افتكر له لما كنت بحفظ بابا حنين جدا وهدوء قوي وبيصبر كتير، بس وقت بقى ما يعني بنيجي عند القران ما فيهاش هزار. كان في مره أنا كنت عمي بيحفظني وبابا في اليوم ده كان مشغول، فكنت طولت شوية في الحفظ، فبابا عمي زهق مني يعني اللي هو أنت كتير اليوم كله ما سمعتيش، فطلعني بقى البابا. يعني عمل إيه بقى؟ لا لا كان رد فعل صعب جداً، تقريبا البيت كله كان بيحاول ان هو ينقذني منه. انا اتخرجت السنه اللي فاتت من سنتين من كليه الشريعه والقانون قسم قانون، وبعديها على طول بدات في تحضير الماجستير، والسنه دي في اخر سنه. ما شاء الله شد حيلك. ان شاء الله باذن الله. الشيخ عبد الفتاح اتدخل في اختياراتك؟ لا. دي اختياراتك. لا. انت ده اختياري. ده اختياري. اختيار الكليه كان اختياري انا. احنا عرفنا بقى ان الشيخ محمود بيقرا، فهو اكيد هيسمعنا حاجه. لكن دلوقتي محمود في صيدله ما شاء الله، والدكتور اسماء برضو عرف ان هي في صيدله. متخرجه كم سنه يا اسماء دلوقتي؟ 2018. ما شاء الله 2018. اختياراتهم برضو ديمقراطي؟ هو بيتكلم معاكم ولا بيدي اوامر؟ لا طبعا ديمقراطي جدا. يعني اغلبيه الاوقات مثلا لما بيفكر مثلا في اي حاجه، مثلا سواء كان مشروع او حاجه، مثلا ابسط مثال مثلا احنا نجدد حاجه مثلا في البيت، فبيجي ياخد راينا مثلا ايه رايكم نعمل كذا 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 وكده. يعني بياخد براي مين في الاخر؟ اكيد اسمه. لا راجل ياخد براي ماما. الاداره العليا. على اساس انها هي يعني ايه، بابا يا تقنعه يا يقنعك. ماشي وده كويس. يا تقنعه يا يعني مفيش قرارات. بيطرح علينا نتكلم مع بعض. وبياخد راينا كلنا وبنشوف اقرب يعني فكره القريبه مننا كلنا. يعني مش بياخد براي حد فينا في الاخر، لا هو بياخد مثلا الصح من هنا ومن هنا كده بيجمع. عايز اقول لمعاليك، حتى لو انا مقتنع بس شايف راحتهم وسعادتهم في الشيء ده لهم، انا بتنازل عن رايي ارضاء اللي خاطرهم. ده دور الاب بقى. عظيم. سمعني يا شيخ محمود. ربي قد اتيتني من خير ختام ما قاله الشيخ محمود. أكمل الآية. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، توفني صدق الله.